بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وبمتابعة من السمو الشيخ حمدان بن زايد. نشكر الله سبحانه وتعالى أن التمسوا معاناة الشعب النيبالي. في بداية الأمر من تلقينا الخبر جتنا الأوامر ونتحرك إلى نيبال مدينة تيكواندو، وتم تشكيل الفريق، ومن ثم ذلك تم إرسالنا يوميا شاحنات على مدار اليوم بشكل ما يقارب من 5 إلى 6 شاحنات يوميا من الهند، نقوم باستقبالها وقمنا بالتنسيق مع الصليب الأحمر النيبالي، بحيث تم إدلاءنا بالأماكن المتأثرة في المنطقة، ويوميا ما يقارب نوزع من 2000 إلى 2500 طرد غذائي، كذلك مع المواد من خيام من بطانيات وما شابه إلى ذلك. تضافرت الجهود على أرض الواقع مما تلامسنا من الشعب، ترحيبهم للصدر، فرحانين بشراء المستلزمات هذه، والله ما أثلج صدورنا، اللهم لك الحمد. هذا نحس بمعاناة الشعب والتمسناه على أرض الواقع، ولكم كل الشكر والتقدير.